ربعة السكان كاينين هنا وربعة كاينين هيها وجوج هنا عشرة والفوق عشرة عشرين ديال الدار راه حتى محسوب مع هذوك العشرة عندك العشرين الفوق هالقفولة بدلوا القفولة سدوا لينا البيبان ها فين غيدخلوا هذو عندهم ولاد كيقراو السيده الفوق ما كايناش هذا راه اسرائيل ما يديرش الدار ديالها حتى هي اسرائيل ما كديرش هكا الباب الاخر من اللي هي حتى هو ربعه الناس هو ساكنين فيه وهذا الشيء ماشي الحقره ماشي الظلمه يباتوا علينا الامن هنايا يهددوا فينا هنايا القوى المساعده والمقدميه وداك الشيء يهددوا فينا هنايا علاش ديروا الميكات علاش ديروا الخزاين فين غنمشيو فين غنتخباو البرد والشتا جاي فين غنتخباو ما عندناش فين الملجا ديالنا هو الشارع هاد الساعه ويديونا يجيو يديونا حنا انا خويا هنا ياخر شردونا عرفتي واحد الحاله ما نقولش لك راه دخلوا علينا بلا 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 حتى شي حتى شي سبب حتى شي سميتو ودخلوا علينا حلوا لنا البيبان بداو حيدوا لنا سميتو الحوايج ديالنا ولا حوم لينا ما عرفناش الصبابط من الحوايج من كل شيء كل شيء كل شيء حيدوا منينا وكيهزوا هما اللي كيهزوا كيحطوا في هذا الزنقه والوالده ديالي مريضه فيها القلب عندها القلب وعندها الطونسيون وخويا تا في نفساني وخويا تا في سميتو معاق انا في ابيليبسي ما كنقدرش نهضر راه بزز كنهضر معاك والله العظيم اش غندير من 86 وحنا هنايا 46 عام حنا هنا وحنا كنخلصوا الكره ديالنا وشارين الساروت والاخر لحنا في الزنقه بلا حتى ريال صافي هذاك الشيء غادي يدوز وهذا حشوم عليهم وما نسمحش لهم هذا الشيء اللي دارين لينا راه ما مزيان حنا ودي شردنا هذا السيد مول الملك شردنا ما عطانا والو ما علمونا ما قال لك عندكم الاجل والو حنا ارمالات هنا شي 7 ولا 8 العيالات الناس فقراء وانا كاريه من المسيره وانا هنا من 75 وحنا هنا ودابا حتى جا خرجنا قال لك ما عندكم حتى حاجه حنا نطلبوا من صاحب الجلاله هو يعاوننا الله ينصره الله ينصره ويعاوننا حتى حنا يعطينا كيما عطى المالين الدواور حنا باركين عا في الطريق انتما كتشوف كلشي دازت علينا هنا قسما بالله وليدي لهنا دازت علينا الزبطه حنا مراد فينا السكر فينا طنسي وهاد الدواء كلشي كاين القلب وحنا باركين هنا الناس اللي يجيبوا لينا ناكلوا ونشربوا والناس هنا بوليداتهم مشردين كلشي تشردنا 20 حنا 20 دار كلها تشردت ونطلبوا من صاحب الجلاله هو يعاوننا ويشوف فينا والله ينصره ما عندناش حتى التبليغ ما توصلناش به شتيه الدار ما هجموا علينا حنا باركين هنا والدار خاويه دخلوا علينا عندنا الدراري الصغار دابا هما سدوه شوف مرت مقاوم يدافع على البلاد ودافع على الوطن ديالو الان هي مشرده في الشارع البابا خداش حقه في هذه البلاد لا من السكن ولا من التعويض والان دابا داك الكاس اللي يشرب منه باش شربنا منه حنا هاي الام ديالي فين كنشرده هاي انا البنت ديالو ما خديناش حقنا في هذه البلاد ودابا حنا مليوحين دابا في الشارع ومؤدي الواجب ديالنا ديال الكيرة 2023 مخلص فيها
وبالهاد السيد ما باغيناش نبقاو هنا، اش كيتخلص في الكرا ديالو؟ علاش كياخذوا في المحكمه؟ ودابا حنا نضيعوا هنا في الشارع وحنا عرضه للشارع هاد الساعه. حنا ما كنطالبوا والو، حنا كنطالبوا غير بحقنا، بغينا في غير نسكنوا. حنا 53 عام حنا ساكنين هنا، وني باش نضيعوا؟ الله وسيدنا ما غادي يبغيش لينا هاد الضايع نضيعوا حنا هنا في الشارع. حنا بغينا غير حقنا، ما بغينا والو. ارضو بغاها الله يعاونو، راه هاد الارض كتسوى الملايين. شاريه هو ب 34 مليون في 2005، وكي قالوا دار لنا الاحتلال. حنا ما محتلينش، حنا ساكنين قانونيا، حنا ساكنين هنا كنأديو الواجب ديالنا ديال الماء ديال الضوء ديال السكن. ويحكموا علينا دابا ويجيو يدخلوا علينا لديورنا هكا، جاونا على غفله، ما عندوش حق. حنا ما توصلناش بالتبليغ، ما تبلغنا بوالو. قال لك الحكم راه منفذ، وين فين هو التبليغ؟ شي جاتو شي ما جاتوش. ولا هو عاطي بالقوه ديالو كيتعنى بها، حنا عندنا القوه ديال الله سبحانه وتعالى. الله ياخذ لنا الحق ديالنا، وحنا هاد الساعه حنا عرضه في الشارع هنا. ها البرد جاي، ها الشتا جايه، حنا باركين هنا. بغاو يديروا معنا شي حل، تبارك الله ما بغاوش، حنا باركين اليوم هنا. وباش يجيو القوه المساعده ويجيو هادي يقول لك حيدوا الميكا وحيدوا هذا، فين غنمشيو؟ يلا ما عندناش باش غنكريو. الكرا شحال دير؟ يلا الا بغيتي غير جوج بيوت راه خاصك واحد 40000 ريال. هاي الام ديالي 12000 ريال اللي كتشد، قسما بالله اش غدير؟ كون وريت الخنشه ديالها ديال الدواء كنت خلعتي. عندها القلب، عندها السكر، الكوليسترول، انا عندي فيا السكر تنايا، راجلي حتى هو عنده الضغط حتى هوايا. اش غندير؟ وراجلي حتى هو متقاعد، اش غدير لك 3000 درهم؟ يلا اش غدير لك في هذا الوقت؟ ولا كانت كدير شي حاجه، احنا تحنا معاهم، احنا بغينا غير حقنا، ما بغينا والو. حقو يجي يديه، ولا يجي يبرك مع الناس، يتفاوض مع الناس، يدير حل الناس. الناس ساكنين في الكريانات واستافدوا، وحنا باش نضيعوا كوك باطل. كيقول لك زيرو درهم، ما يمكنش. 53 عام وحنا باش كنسكنوا هنايا، من 70 انا جيت عندي 13 سنه عندي هنايا، ونضيعوا كوك؟ هادشي راه ما يبغيش الله ولا العبد ديالو. وحنا كنطلبوا الناس جو سيدنا، والناس جو الحكومه اللي مكلفه بهذا الشيء، والعامل ديال سيدنا يجي ياخذ لنا حقنا. حنا راه فين ما غنمشيو نديرو احتجاجات في العمل لديك الجهه، واني بغينا تنشوف واش غادي يديروا معانا. داروا معانا شي حل؟ تبارك الله ما داروش معانا، راه حنا غنمشيو للعماله ونوقفوا. بغاو العصا يعطيونا العصا، ما كثرهم من هاد العصا اللي واكلين حنا دابا في الشارع. حنا واكلين العصا دابا على هاد البروده، دابا جنابنا ولاو هالكين دابا بالكلاوي. اشنو السبب؟ راه غير البرد، ما عندناش فين انا دابا غنضطر غندير خزان حدا باب داري هنا، ويلا جاو ليا نطيح ليهم تم. ما عندهمش حق، انا باركه انا حدا داري، فراشي باقي في داري، انا غنبرك تم حدا داري وندير خزانه دابا تم، نبرك فيها انا وامي وراجلي ووليداتي. هادشي اللي غيتسالونا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.